احنا في مجلس الأمة نمثل كافة أبناء الشعب الكويتي، ووفق المادة 108 من الدستور النائب يمثل الأمة، لا يمثل دائرته ولا يمثل منطقته ولا يمثل طائفته ولا يمثل شريحته. فأنا أرجو منكم جميعا أن نتعاون ولا ندخل في سجالات تؤدي إلى انقسامات طائفية. واليوم قدرنا نحن أن نكون في موقع المسؤولية ونكون نواب. أنا كرئيس لا أستطيع منفردا أن أفرض هذا الأمر دون تعاون الأخوة النواب لنحافظ على الوحدة الوطنية لهذا البلد. لا يمكن أن نحقق هذا الهدف، وليعلم الجميع بأن ما يحدث في قاعة عبدالله السالم له انعكاس مباشر على المجتمع الكويتي، فرفقا بالمجتمع ورفقا بالكويت.